فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يسمى بالتصوير المباشر هل هو داخل في حكم التصوير المحرم؟ نعم، ما اللي يخرجه؟ كله تصوير. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، هذا عام. الذي يستثني نوع من التصوير عليه الدليل، لكن يرخص في التصوير للضرورة لا بأس. الضرورة قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الضرورة لا يجوز. أما غير الضرورة فلا يجوز التصوير للهواية، للمشاهد، لكذا لكذا، ما يجوز، للذكريات ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.